أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 712 مليارا و204 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 10855 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 1863 نقطة. قفز مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 94% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال الأستاذ حسام عيد. تحياتي لك أستاذ حسام. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. كيف تقيم أداء البورصة اليوم؟ طبعا زي ما تابعنا في جلسة النهاردة، نجحت جميع مؤشرات البورصة المصرية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء، وكان ده مدفوع بعمليات ارتدادة قوية لأغلب الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي لـ EGX 30، وكان مدفوع بعمليات شراء وفتح مراكز مالية من قبل المؤسسات المصرية والعربية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر الرئيسي لـ EGX 30 وهو مستوى 10800، وقدر ونجح إن هو يغلق بالمنطقة الخضراء أعلى مستوى الدعم الرئيسي. وإن شاء الله المستهدف للمؤشر الرئيسي اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11000 نقطة، مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية بالشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي. لكن أستاذ حسام، ما أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظرك، وأيضا القطاعات المتراجعة؟ يعني كان من أنشط القطاعات بجلسة النهاردة قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية، وده طبعا دايما بيتجه المؤسسات المالية لشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية والقوية ماليا بالمؤشر الرئيسي بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للأسهم القيادية وللمؤشر أيضا. طبعا ده بينعكس إيجابا على أداء الأسهم من عند مستويات الدعم الرئيسية، يدفعها مرة أخرى لمستويات المقاومة الرئيسية، وبالتالي يدفع المؤشر نحو الصعود. ولكن يعني احنا نتمنى ان تستمر المؤسسات الماليه في ضخ سيوله، ودي وجهه نظر او اتجاه عام للمؤسسات الماليه، لان هناك نظره مستقبليه مستقره وايجابيه لاغلب الاسهم القياديه للمؤشر، لان ما زالت القيم العادله للاسهم القياديه بالبورصه المصريه اكبر بكثير من القيم السوقيه والقيم الحاليه الان في السوق. توقعاتك لباقي جلسات الاسبوع؟ يعني ان شاء الله باذن الله في جلسه غدا هنختبر مستوى المقاومه الرئيسي وهو 11000 نقطه، ولكن يعني سوف يحدث عمليه جني ارباح طفيفه او مؤقته نظرا للصعود للمستوى المقاومه، وننتظر ونترقب السيوله مره اخرى، اعاده السيوله مره اخرى بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي لحين استقرار طبعا الازمه الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا التي القت بظلالها على الاسواق الماليه بصفه عامه. ويعني مع هدوء الازمه وهبوط حدتها هنشوف معاوده مره اخرى للاداء الايجابي بصفه عامه ومستمره للبورصه المصريه، ولحين استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه هيكون دافع قوي جدا للمؤشر الرئيسي وللبورصه المصريه، وهيكون في جذب لكثير ومزيدا من الاستثمارات سواء من الافراد او المؤسسات الماليه في الفتره القادمه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام عيد خبير اسواق المال، شكرا جزيلا لك.